السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم سويت لكم العنبة الهندية. هذه الوصفة أخذتها من أقربائنا، هي كانت مسوية من هذه العنبة، ويعني من كانت داعيتنا على الأكل قدمت لنا هاي العنبة ويا الأكل، فيعني طعمها يجنن ورهيب وأطيب بكثير من العنبة الهندية اللي نشتريها من المحلات. فانطتني الوصفة وهاليوم سويت لكم إياها. هذه الوصفة الرهيبة، فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه العنبة الهندية. المواد اللي يحتاجها لتحضير العنبة الهندية لهذا اليوم عندي هنا اثنين من المانجو، وإذا ما متوفر عندكم المانجو تقدرون تبدلوا المانجا، قصدي تقدرون تبدلوها بالتفاح أو الخوخ. الخوخ تزيلون القشر من عنده وتحضروه، فإذا ماكو عندكم مانجا تقدرون تستبدلوها بالتفاح أو الخوخ، هذا الشيء يرجع لكم. أحتاج شجر عدد اثنين هذا الحجم، وأحتاج باذنجان واحد، أحتاج عندي هنا ملعقتين طعام من مسحوق العنبة، نصف كوب مي، أحتاج الفلفل الأحمر يعني شيء قليل، هذا اختياري إذا تريدون تخلون بها فلفل أحمر أو لا، هذا شيء يرجع لكم. أحتاج الكركم أو الصبغ لوزينة، يعني واحد من عندهم مو اثنيناتهم، هذا اللي يعني أزيد اللون أنطي لون به، أما الصبغ لوزينة أو الكركم اللي متوفر عندكم، فأنا أفضل دائما أن أخلي صبغ اللوزينة. أحتاج بالطبع الخل. أول شيء راح أبدي أقشر هذه الخضروات وأجهزها للعنبة. بعد ما قشرت الشجر والباذنجان والمانجا راح أبدي أقطعها شرائح. أخذ شيء أول شيء الباذنجان، قطعة أصابع بهذا الشكل مثل ما تشوفون، هذا شكل قطعها أصابع كلها، والشجر نفس الشيء، والمانجا نفس أيضا نفس الطريقة أقطعهم أصابع. بعدها أقطع الشجر أيضا أصابع نفس الطريقة هذا الشكل أريده. بعدها أجيب المانجا، همينة راح أقطعها على شكل أصابع، لكن المانجا بيها النوى كبير حجمها، حاول أول شيء أتخلص يعني أطلع هذا الشكل. هذا الشكل أقطعها كلها المانجا، شوفوا هذه حجمها كبير، أصغرها وهذه أيضا أصغرها، وأقطع المانجا ثانية نفس الطريقة وأجهزهم وأبدي بتحضير العنبة. بعد ما خليت الزيت على النار وسخن يعني ملعقة أكل إلى اثنين من الزيت، لأنه المواد عندي كثيرة، راح أخلي أول شيء هذا الباذنجان أصابع الباذنجان، أخليها وأقلبها على النار بدون أن تأخذ لون، ما أريدها تأخذ لون، فقط أريدها تذبل شوية. أقلبها على النار، المواد هواية خليت قليل زيت، راح أضيف لها المزيد من الزيت، يعني بين قلنا ملعقة أكل وحدة إلى اثنين من الزيت، لأنه إذا المواد عندكم أقل خلوا زيت أقل، بس إذا المواد مثل هسه اللي عندي صارت هواية لا، خلوا ملعقتين كبار من الأكل زيت
وقلبوا بيها، ظلوا تقلبون حتى لا تحترق جهة ولا تاخذ لون جهة، بس اريدها تذبل شوية. بعدها راح اضيف لها الشجر، الشجر بسرعة يعني يذبل، ما يحتاج مدة طويلة كذا. حبة هندية كلش طيبة بالبيت، هذه كل ما تنتهي يعني قبل ما تنتهي وجبة أسوي وجبة أخرى، لأنه كلش مرغوبة وطيبة. بدل باذنجان يذبل راح أضيف الشجر كله، أقلبهم، أظل أقلب بيهم إلى أن أشوف بدأوا يذبلون. الشجر أيضا بدأ يذبل، أضيف المانجا آخر يعني آخر شيء بهذه الخضرة، أو مثل ما قلت لكم إذا ماكو مانجا عندكم تقدرون تستبدلوها بالخوخ أو التفاح، أو إذا ما تريدون ما يحتاج خلي بس الباذنجان والشجر بدون مانجا. بعدها اخلي المانجا واقلبها، هذه قطعه مانجا كبيره ما انتبهت عليها راح اقصها. هذه قطعه اخرى واقلبهم على النار. بعدها أضيف نص كوب الماء، أضيف كوب الخل، أضيف الفلفل الأحمر، أضيف القليل من صبغ اللوزينة، أضيف العنبر مسحوق العنبر. والملح آخر شيء راح أخلي قطرات بعد ما راح تستوي هذه الخلطة. طبعا أنا هنا راح اختنق من ريحة الخل قوة دا احجي. اضيف لها نص كوب ماي اخر، دا اشوف السائل مالتها قليل فلذلك اضفت لها بعد ماي. اضيف ايضا قليل اخر من صبغ اللوزينة لانه هم دا اشوفه قليل، اخلطهم واغطي القدر واتركها على نار هادئه وارجع لكم. فقط اريد اذوقها دا اشوف. رهيبه. اغطيها واتركها على نار هادئه وارجع لكم. شوفوا هنا أنا بعد ما تركتها على نار هادئه كل الفاكهه والخضره اللي بيها استوت. شوفوا شلون استوت، بدأت تنهرس. رفعت الحرارة لأنه أريدها هسه، رفعت الحرارة حتى هذا السائل مالتها ينشف شوية وتصير أثخن. إلى أن ما ينشف السائل مالتها راح أضيف لها شوية من الملح وأرفعها من النار. بعد ما جهزت العنبة راح أضيف لها القليل من الملح مو كثير وأخلطها وأخليها تبرد شوية. بعدها راح أفرغها بالعلب أو بالشوش يعني اللي متوفر عندكم. فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما وأترككم بأمان الله. إلى أن
منلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.